مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من جديد. كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا، حيث بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار كابل وأسفر عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف القوات الأمريكية. ومما جاء في هذه البرقية، علمت ببالغ التأثر والأسى بنبأ الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع قرب مطار كابل مخلفا عددا من الجرحى والقتلى من أفراد القوات الأمريكية. وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الأمريكي ومن خلاله للأسر المكلومة والشعب الأمريكي عن أصدق التعازي، متمنيا جلالته للشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد صاحب الجلالة للرئيس الأمريكي الالتزام الراسخ للمملكة الشريك التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب بلدكم في التصدي للإرهاب الدولي. غنعاود بالنسبة للناس يلا التحقوا بنا دابا على المباشر، حيث بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار كابل وأسفر عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف القوات الأمريكية. ومما جاء في هذه البرقية، علمت ببالغ الأسى والتأثر بنبأ الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع قرب مطار كابل مخلفا عدد من الجرحى والقتلى من أفراد القوات الأمريكية. وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الأمريكي ومن خلاله للأسر المكلومة والشعب الأمريكي عن أصدق التعازي، متمنيا جلالته الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد صاحب الجلالة للرئيس الأمريكي الالتزام الراسخ للمملكة الشريك التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب بلدكم في التصدي للإرهاب الدولي. صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار كابل وأسفر عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف القوات الأمريكية. ومما جاء في هذه البرقية، علمت ببالغ التأثر والأسى بنبأ الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع قرب مطار كابل مخلفا عددا من الجرحى والقتلى من أفراد القوات الأمريكية. وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الأمريكي ومن خلاله للأسر المكلومة والشعب الأمريكي عن أصدق التعازي، متمنيا جلالته الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد صاحب الجلالة للرئيس الأمريكي الالتزام الراسخ للمملكة الشريك التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب بلدكم في التصدي للإرهاب الدولي. مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، كيف ما قريت برقية تعزية للرئيس الأمريكي، غنعاودها بالنسبة للناس يلا دابا التحقوا بنا أو دخلوا على المباشر وكيسولوا أشنو كاين. بعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار كابل وأسفر عن سقوط جرحى وقتلى في صفوف القوات الأمريكية. ومما جاء في هذه البرقية، علمت ببالغ التأثر والأثى بنبأ الهجوم الإرهابي المقيت الذي وقع قرب مطار كابل مخلفا عدد من الجرحى والقتلى من أفراد القوات الأمريكية. وأعرب جلالته بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الأمريكي ومن خلاله للأسر المكلومة والشعب الأمريكي عن أصدق التعازي، متمنيا جلالته الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد صاحب الجلالة للرئيس الأمريكي الالتزام الراسخ للمملكة الشريك التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب بلدكم بالتصدي للإرهاب الدولي. مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، وصلنا إلى نهاية البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.